اوكي سو هقول 1 2 3 هنعمل تا 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 1 2 3 الطبل العالمي ده ما بيبقاش طبل بيبقى اكتيفيتيز مختلفه وبيبقى نوع من الكوميونيكيشن بين الفريق العمل سواء بقى ساعات في ناس بتبقى على مستوى الاداره ممكن يبقى جروب صغير ممكن يبقى 200 شخص 300 شخص وبيبتدوا بيبقى في كيوس في الاول زي ما انت شفتي ناس بتسرع وناس بتبطئ وناس بتبتدي قبل ناس وهو ده اللي احنا بنحاول نوصله ان احنا لازم نسمع بعض وعشان نسمع بعض لازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه والتاني بيعمل ايه وبعد كده بيحس بقى فكره انترتينمنت حلوه يعني اي موظف مش شايف قدامه متضايق ما هو بيبقى جزء منها شوية طبعا بيبقى فيها شويه نوع من الانترتينمنت بيبقى فيها نوع من الانترتينمنت طبعا فالحاجتين جم في بعض يس